اخر اخبار السوشيال ميديا مع عابد. مساء الخير لعابد. يسعد مساكم يارا، ويسعد مساكي اسيا، ويسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان لهذه الوقفه الجديده مع حكي ميديا. وكالعاده رصد لابرز ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي السوريه تحديدا. إلى أول المواضيع معنا اليوم، الليرة السورية تصل إلى مستويات غير مسبوقة في سعر صرفها أمام الدولار، حيث اقتربت من 1000 ليرة أمام الدولار الواحد بحسب آخر أسعار الصرف التي ما تزال تتخبط صعوداً وهبوطاً تارة في وقت ازدادت فيه الأسعار وفقدت فيه المحروقات وباقي المواد الأساسية التي أوصلت سوريا كما يقول البعض إلى الكارثة المميتة. طبعاً تناولنا موضوع الليرة كثيراً في لم الشمل، لكن اليوم سنتناول الموضوع من زاوية أخرى، هي زاوية مواقع التواصل الاجتماعي وما يحدث عليها من هر ومرج من قبل السوريين كردود فعل على الارتفاع الهائل وغير المسبوق للليرة السورية. سأبدأ مع مقطع فيديو للمنجم اللبناني المعروف مايك فغالي والمتداول بكثرة هذه الأيام. مقطع كان صور في ليلة رأس السنة من العام الماضي 2018 عندما تنبأ المتنبئ الشهير بأن سعر صرف الليرة سينخفض إلى ما دون 300 ليرة للدولار الواحد، وطبعا تبين أن تنبؤاته كانت معاكسة تماما لما يحدث الآن. حديث أفغالي المعروف بمواقفه المؤيدة بشدة لنظام بشار الأسد كان مادة دسمة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي على موضوع ارتفاع سعر الدولار الهائل. دعونا نتابع هذا المقطع. استقرار سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. بالسابق حكينا أنه الدولار بده ينزل ل 300 وشوي. صحيح. ولكن الشعب السوري ما راح يستوعب الفكرة، راح يرجع يجبره يعلى. شفناه نزل ل 300 وشوي. و80 و85. صار في تداول بالشعب وبعض التجار. رجعوا علو ولكن يستقر بأقل من 300. هون لجميع المراهنين على العملات الأجنبية بنقول لهم لحقوا حالكم اليوم، بيعوا قبل بكرة. طبيعي لحقوا حالكم قبل بكرة، حتى بالعادة عالمية وقت تكون في مرحلة أعمار تقشط العملة. هون بدنا نقشط العملة السورية عم تعلى فيها ضخ. طيب خليني ثبتها على مايك فغالي اذا بتريد. مايك فغالي 30/12/2018 نقطتين فوق بعضهم، الدولار في 2019 تحت 300 نقطة. خليني اكمل، نحن عم نحكي 2019. اوكي. بس يبدا العمران يعني بالنصف الثاني من العام، وحكينا انه رغم فترة الاعمار العملة السورية سوف تنتعش وتزدهر. طيب انت وتعود للتداول عالميا. طبعا كما قلنا هذا مقطع الفيديو كان لليلة رأس السنة من العام الماضي 2018 عندما استضافت قناة سما الموالية للنظام هذا المتنبئ الشهير مايك فغالي، والذي تنبأ بأن الليرة السورية ستنزل تحت 300. والآن المغردون والمتابعون رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوريين يعني أعادوا مرة أخرى نشر هذا الفيديو بكثافة جدا، وخاصة أن المذيع يعني قال له خلينا نثبت عليك على مايك فغالي انه مايك فغالي نقطتين الليرة تحت 300 في 2019. يا حرام يعني حلو ما كان حلم يعني للأسف هالمذيع انه احلى سكوب يعني بحياته اخذه للأسف. طبعا يعني غير هذا الفيديو وبعد هذا الارتفاع والتدهور في السوق السورية بدأ المواطنون بالتململ وبدأوا بالبحث عن طريقة للتعامل مع هذا الشبح، شبح هبوط الليرة السورية وحتى مواجهته بطريقة من الطرق. في الشمال السوري مثلا يعني أصدر المجلس المحلي مجلس إعزاز المحلي قرار يلزم الصاغة في المنطقة بالتعامل بالليرة التركية، وذلك تفاديا للانهيارات المتتالية للليرة السورية. طبعا هذا هو القرار الذي نشره المجلس المحلي في مدينة إعزاز وريفها. يقول فيه بعد الاجتماع بين مجلس إدارة نقابة الصاغة وصياغ مدينة إعزاز تم إقرار ما يلي بسعر أو يسعر الذهب بالليرة التركية ويعرض على الشاشة بالليرة التركية، تفريق بين سعر المبيع وسعر الشراء 7 ليرات تركية فقط. طبعا كما قال المجلس بأنه تفاديا للانهيارات التي تصيب الليرة السورية. أما هذا الطبيب فعلق على عيادته هذه اللافتة يقول فيها المعاينة هي 5 دولار أو ما يعادلها سوري، حط هذه اللافتة. طبعا
طلع نزل الدولار، يعني هو بيضل بالسيف سايد الدكتور، بياخذ 5 دولار ما عنده مشكله، يعني اذا الدولار ارتفع او نزل خلص بيثبت على الدولار، بيقبض بالدولار. اما هذا البقال فوضع هذه اللافته يقول فيها: يرجى عدم الصفير اثناء او عند سماع الاسعار. ما حدا يصفر لما يسمع سعر المواد، لانه الاسعار كلها يعني هائلة. تضاعفت يعني بعد الانهيار الأخير. أما صاحب أحد المطاعم فقرر ساخرا أن يلف الساندويتش بالأوراق المالية في هذا الفيديو، خلونا نشوفه سوا. هاي ليش عم تلف يا دول؟ ليش ما حطيت لي ورق؟ الورق أغلى من المطار يا شيخي. يعني هلا صار الورق اللف أغلى من السوري؟ طبعا ما شاء الله عليك. لف لف هاي لف. طبعا كان المقطع على تطبيق تيك توك كما كان واضح من حساب احد رواد هذا التطبيق، ويعني علق الكثيرين او الكثيرون علقوا على انه شر البليه ما يضحك فعلا، انه رغم ان التناول هو تناول ساخر من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لموضوع هبوط الليره السوريه، الا انه في ارض الواقع وفي الحقيقه يعني هو موضوع مؤلم جدا وصعب وقاسي جدا على الاهالي سوداء. عابد للاسف يعني امبارح تناولنا هذا الموضوع بشكل مفصل بفقرتنا الرئيسية من لم الشمال، وكان في إحباط عند المشاهدين والناس أنه لا يوجد ثقة الآن بالليرة السورية، يعني حتى لو قالنا أحد المحللين أنه لو رجع المبلغ أو لو رجعت نزلت بس ما عاد في ثقة، يعني حتى لو الواحد يروح مثلا يبدل بلبنان أو بأي بلد تاني موجود فيه ما عاد في ثقة بالعملة، وهي شيء يمكن كتير مخيف، خاصة أن يعني أساس الأزمة يعني كما يقول الخبراء الاقتصاديون هي أزمة لبنان التي انعكست على الليرة السورية، وعجز الدولة السورية عابد أكيد يعني بيلعب دور، بس الحقيقه الله يعين اهلنا بالداخل وان شاء الله صحيح. ان شاء الله بيتحسن الوضع ان شاء الله. شكرا. الى التعليقات والمنشورات التي جاءت على هذا الموضوع وهي كثيره جدا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، سنتناول بعضها او بعض ما كتب عن هذا الموضوع. جورج مثلا يقول: وقت تضرب مع 9 الارقام على الالي حاسب، امبارح قعدنا نحسب قديش صار حق السنيكرز، فقررنا نعمل جمعيه ونتقاسم بالدور، كل شهر واحد فينا بياكل قطعه. يرد عليه عصام: مطلوب شريكة كات بالنص والاسم بنور الله. أيضا ساخر يعني التناول كما البقية. عبد الحكيم يقول: اليوم كنت عند الدكتور قال لي صحتك مثل الليرة. شو قصده؟ قصده صحتك ألف يعني مثل الليرة، كون صار بألف الدولار. أما باسل فكتب قائلا: الدولار شكله رح يوصل لل 2020 قبلنا، وهي جملة بالمناسبة يعني تداولها الكثيرون خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه الليرة ستصل لـ 2020 قبل أن ندخل بها. هذا كان موضوع الليرة السورية. إلى موضوعنا التالي: شام فتاة سورية لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، تعيش في مخيم دير بلوط بريف حلب، وتحلم شام أن تصبح مراسلة صحفية، ولأجل ذلك بدأت العمل منذ الآن على هذه المهنة في هذا الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة. المصور رامي السيد نشر الفيديو وكتب على صفحته: الصحفية شام ترصد أوضاع أطفال المخيمات، وفي آخر التقرير تحدثكم شام عن الأوضاع في بث تجريبي لقناة دير كندا الفضائية. خلونا نشوف الفيديو. مرحبا، كيفك؟ فيك تعرفين عن نفسك؟ أنا آمنة من الشام. شلون الوضع عندكم؟ بارد. عندكم ما وزعتكم لهلا تدفئة؟ لا لا. شو أمنيتك؟ أن أعيش طفولتي. فينك تعرفين عن حالك؟ أنا بتول من الشام، حاليا اليوم عايشين بدير بلوط. كيف درجة الحرارة عندكم؟ منخفضة جدا. ما وزعتكم شيء لهلا؟ شو أميتك؟ أميتي أنا أطلع صحفي. أنا جعد من درعا. كيف عندكم وضع المخيم؟ حرارته منخفضة، منخفضة جدا 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 جدا. مرحبا، كيفك؟ فينك تعرفنا عن نفسك؟
أنا جمال من دار ساكن بدير بقوط. كيف الوضع عندكم؟ سيء سيء. ما وزعوا لكم لهلا دفئة؟ لا. شو أميتك؟ يصير الوضع أحسن. مرحبا بكم، أنا شام من مخيم من دمشق، أعيش حاليا في مخيم دير بقوط. سأحدثكم اليوم عن أوضاع المخيمات. درجة الحرارة منخفضة ونعاني من شدة البرد. نرجو من مشاهدينا الكرام أن لا ينسوا أطفال المخيمات. أيها الأب، عندما تشغل المدفأة تذكر أن هنالك عائلات لديها أطفال لا تملك ما تدفأ عليه. كنت معكم شام من مخيم دير بقوط. يعني على الرغم ما يظهر من سعادة بهذا الإنجاز الذي تقوم به شام، يعني إلا أنه للأسف يعني يعكس وضع المخيم. يعني من إجابات الأطفال طبعا اللي كانوا عم بيجاوبوا على شام بأنه أوضاعهم سيئة، وهو حال يعني ربما حال جميع أو معظم المخيمات التي يقطنها نازحون سوريون من يعني كل المأساة المتجددة عابد بكل شتاء. وللأسف لهلأ ما في أي حلول حقيقية يعني للأسف. بس كتير الفيديو رائع وهي التجربة كتير حلوة لشام، ويا رب شوفها لشام أحلى صبية إن شاء الله. هيك نحن بنشجع على شام. كتير تعليقات كانت عم تشجع كثير تعليقات كانت عم تشجع شام. اخذنا بعض هذه التعليقات، خلونا نقراها. احمد بيقول ما شاء الله احلى صحفيه شام الحلوه، اطفال مخيم دير بلوط الله يبعث لكم ايام حلوه يا رب. ايضا تعليق اخر لمي تقول يا قلبي علي، وان شاء الله بنشوفك يا شام بالشام الحره، مراسله صحفيه لاعلام حر وحقيقي. ايضا تعليق اخير لعبيده يقول يا روحي بكيتوني، الله ينتقم ممن هجركم وممن غدركم. نتمنى لها التوفيق لشام، يعني ان شاء الله تصير صحفيه ومراسله مثل ما هي حابه تكون، وما تنقل الاخبار المخيمات السيئه، تنقل الفرح ان شاء الله. ان شاء الله. الى لبنان حيث احتل هذا الهاشتاج كف الناعمه، احتل مرتبه الصداره في لبنان بعد الحادثه التي حدثت في طريق الناعمه جنوب بيروت يوم أمس. الهاشتاج وصل إلى المرتبة الأولى في قائمة الهسوم المتصدرة في لبنان حتى ساعات قليلة. يعني إذا بنشوف القائمة، قائمة الهاشتاجات المتصدرة أو الهسوم المتصدرة في لبنان، كف الناعمة يتصدرهم جميعا حتى قبل ساعات. أصل القصة هي عندما حاولت وحدات من الجيش فتح أحد الطرق في الناعمة ببيروت بعد أن قطعها محتجون، فما كان من أحد الجنود إلا أن ضرب أحد المحتجين أو صفعه صفعة قوية أو قعدته أرضا، وأصبحت لاحقا حديث السوشيال ميديا. الجيش اللبناني أصدر عقب الحادثة مباشرة بيانا على موقعه الرسمي، قال فيه تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد الضباط يزعم أنه أقدم على صفع متظاهر أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن وفتح الطرقات في إحدى المناطق اللبنانية. يهم قيادة الجيش أن تنفي أي صلة للضابط المعممة صوره بما حدث، وتدعو إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالمؤسسة، كما تحذر من تداول صور عائدة لعسكري الجيش تحت طائلة الملاحقة القانونية. معنا الفيديو طبعا، إذا بنشوف الفيديو خلونا نشوفه. هذا هو الفيديو الذي يعني أشعل كل هذا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الهاشتاج كف الناعمة أصبح من الهاشتاجات المتصدرة. نتمنى ما تنزلق لبنان، يعني إلى الآن ما زلنا نقول نتمنى ألا تنزلق إلى هذا المنزلق، وخاصة أن هناك يعني كثيرون ممن أشادوا بسلوك الجيش في لبنان في حماية المتظاهرين والمحتجين، حتى ولو أنه موضوع قطع الطرقات يعني يؤرق الكثيرين في لبنان، ولكن هي دعوة للعصيان المدني كما يقول المحتجون. فنتمنى فعلا أنه ما ينزلق الجيش اللبناني إلى هذا المنزلق، ويعني يدخل بمتاهات أخرى يعني توصل البلاد إلى الهاوية. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام حكي ميديا، وغدا يتجدد معكم اللقاء، نعود لمتابعة فقرات لم الشمل مع يارا وآسيا، وإليكما يارا وآسيا. شكرا لك عابد. مشاهدينا متابعين معكم بعد هالفاصل.